قتل شخص على الأقل على يد قوات الحرس الإيرانية خلال مواجهات مع المتظاهرين في مختلف المدن الإيرانية، والذين خرجوا في احتجاجات واسعة طالبت بتغيير النظام. وأوضحت مصادر ميدانية أن القتيل كان يشارك في احتجاج بمحافظة البرز شمالي البلاد. وقالت وكالة فارس إن السلطات ألقت القبض على عشرات المتظاهرين، وكان العديد من قادة الاحتجاج من النساء. وخلال الأيام الماضية يواصل الإيرانيون الخروج في احتجاجات متفرقة بعدد من المدن، من بينها العاصمة طهران، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأزمة شح المياه التي تهدد حياة المواطنين.